السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان أخوات، نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. كما كتشوفوا هاد الألوان وهاد الكتابة وهاد شميكو هاد الخوت، غادي نهضروا على واحد الموضوع راه ترجع عليه اللي هو البافيروز اللي هو واحد المرض اللي كيضرب بزاف الكلاب، اللي كيقتل الكلاب الصغار اللي ما داروش الفاكسان سميتو. المهم دابا غادي ندخلوا ديريكتومون في الاخر، غادي نشرحوا شي شويه البارفو منين كيجي هذا. دابا غادي ندخلوا ديريكتومون الاعراض، الخوت الاعراض ديال الكلاب باش نهضروا سميتو الاعراض الكلب اللي فيه البارفو. علاش البارفو ملي كيضرب الكلب ماشي كيضربه اليوم وتبان لك الاعراض اليوم ولا غدا، لا، ملي كيشد البارفو هذا الفيروس هذا الكلب الاعراض ما كتبان لك حتى السيمانه ولا 10 ايام من بعد، حتى هذا الفيروس كيدير شغله كيهدم اللي هدم وكيخرب اللي خرب، عاد كتبان لك الاعراض. والاعراض اللي كتبان في الكلب، العرض الاول هو الكلب كتبان في واحد الحاله ديال الحمول، ضعيف سميتو، عيان مضروب وسميتو، هذا العرض الاول. العرض الثاني كنشوفو ملي كيدير لي بيزوان ديالو، ملي كيدير الغائط ديالو، كيكون داكشي اسهالات وفيها الدم دمويه بحال اللي قلتو الاسهال النزيفي، وفيهم واحد الريحه كارهه جد كارهه، واحد الريحه في كتعرض بان المرض تقدم فيه بزاف. عاد عندنا العرض الثالث كتكون فيه السخانه، كتكون في خلال جهتي السخانه ديالو كتلقاها مرتفعه، وعاد الكلب كيتقيا تقيا. وهاد الاعراض هادو اربعه الاعراض كتسبب مشاكل اخرى للكلب، كتسبب مشاكل اخرى. السبب المشكل الاول هو الجفاف، هذا الجفاف هو اللي كيقتل الكلاب في البافو، هذا الجفاف هو اللي كيقتل الكلاب. عرفوا بلي ان الجسم تاع الكلاب ولا الحيوانات ولا اللي بغى يكون فيه تقريبا نقولوا 75% كلها ماء. الواحد غادي يصبر على الماكله ولكن ما يصبرش على الماء، ما تقدرش تصبر على الماء باش كتمشى كلشي. الى عندك الماء ويمكن الجوع غادي تعيش شهر ولا اكثر كاع بلا ماكله، ولكن الى عندك الماكله وما عندكش الماء تاكل وراه خصك الماء. الماء هو الاساس في الحياه داكشي علاش الكلاب كيموتين نشفوا. عاد عندنا المشكل عاود ثاني، وهاد الجفاف، هاد الجفاف هذا اش كيسببوا؟ علاش الكلب كيتقيا بزاف قوه الماء، كيتقيا غير الماء، والاسهال فيه بزاف تاع الماء، وفيه بزاف ديال 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 ديال, ديال, ديال الاملاح اللي كتمشي وديال المعادن اللي كتمشي في هاد سميتو. وعاد عندنا كيسبب لنا عاود ثاني في مشكل ثاني اللي هو فقر الدم، الانيمي، كيسبب في الانيمي هاد وكتسبب واحد كتسبب عاود ثاني هاد المرض هذا كيسبب لنا واحد الدم كيخترق دغيا الجدران تاع المعده، و كيختارها بواحد واحد 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 سهله، كيدوز الدم كيدوز من جدران المعده هذا. ودابا غادي نشرحوا هاد الطبل اللي كتشوفوا، هاد الطبل اللي كتشوفوه الخوت. كما قلت لكم الكلب وهاد الديوان كاع اللي كتشوفوا راه كله غير تاع الدراري الصغار، تاع الدراري الصغار يمكن تاع تقبيل الكلب ديالك الى درتيها في النهار الاول، قول النهار الثاني بركوا الاعراض، ملي كيفوت يومين ثلاث ايام راه ما تقدرش، مازال الكلب كيكون محال ومحال باش تعتقوا. النهار الاول الثاني درتيها الكلب غادي تعتق. وهاد ومنين كي هاد 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 المرض منين كيشد الكلاب، ملي كيشدهم ولا سميتو اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بلي ان هذاك فيروس بكتيريا، وكتكون عنده الالتهابات في 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 في, في المعده ديالو، وكنشوفوا داك الاسهال، وكنشوفوا التقيه، وبلي ان كلشي هادشي كنعرفوا بلي ان حتى الاحماض كتكون في المعده. اذا الخوت غادي كلشي كل حاله كنشدوا لها واحد الدواء باش نعالج ديك الحاله، كل حاله نجيب بحال دابا البكتيري والفيروس كنشدوا واحد المضاد حيوي ومضاد بكتيري، بحال الاسهال كنشدوا واحد المضاد تاع الاسهال، بحال التقيه كنشدوا واحد المضاد تاع التقيه، بحال تاع الاحماض كنشدوا واحد المضاد تاع الاحماض، وكنخلطوا داك الشيء وكنعطوه للكلب، والكلب كيتشافى ولكن بالانظمه. اذا ملي كتشوفوا دابا في الطابلو، ملي كتقراوا دابا كتشوفوا مضادات حيويه ومضادات بكتيريا وعلاج الالتهابات، فيهم بزاف تاع الادويه، كلشي تاع الدراري الصغار، الخوت تاع الدراري الصغار، عندنا اكلاف تاع الدراري الصغار، اوغمونتان، نيو كلاب، بيوتيك، وسوكلاب، هادو تشد فيهم واحد فيهم اللي تشد في هادو
باش 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 دير هذوك المضادات وديك الميكروبات. وهادو راه شفتهم حتى في الجزائر، داكشي اللي درت فيديو مقطع هذه ادويه كلها هكذا، باش اللي ما كان عندنا في المغرب راه كاين حتى اللي قلت لكم اللي في الجزائري، باش اللي حتى هما يشوفوا الادويه اللي سميتهم ديالهم، علاش كيشوفوا الناس على الجزائر وحتى تاع التوانسه. اذا وعاوتاني كتجي للمرحله هذاك الثاني، كاين مضادات تاع الاسهال والتعويض، السوائل والاملاح. المضادات عندنا سميكتا راه فيه الاملاح وكيعوض السائل اللي كيدير الكلب، عندنا دياغيت حتى هو فيه الاملاح، وعندنا دياستيل وعندنا ايميديوم، حتى هما هادو تاخذ واحد منهم عاد عندنا مضادات ثالثا، عندنا مضادات التقيؤ ومنظمات حركه الجهاز الهضمي، حتى هما كتاخذ منهم واحد. عندنا نيوسيليوم 10 ملي غرام، عندنا سينيت فيه جوج سميتو، فيه هذاك اللي هو سائل وهذاك اللي هو حبوب. عندنا سميتو بيريديس، حتى هو فيه داك اللي سائل وفيه اللي هو حبوب. عندنا موتيليوم، حتى هو فيه سائل وفيه الحبوب. الا ما لقيتي هذا تاخذ هذا والكلب تحارب معاه، ما تخليش الكلب ديالك يموت. عاد عندنا الحاجه الرابعه هي الابطاء وايقاف الاحماض في المعده، باش ما كتكون الاحماض المعده كتضر الكلب وكتخدم وكيكون داك التقيه وداك داك سميتو ماشي يقول لهم اللغتان، يمكن اللي كتكون هذوك السبازم، هذوك اللغتان تاع المعده ما عرفتش اش كتكون، هذه يمكن اللغتان. عاد عندنا هذا الابطاء وايقاف الاحماض المعدنيه، عندنا بيلمازول 20 ميلي غرام، عندنا بروتون 20 ميلي غرام، عندنا اوميز 20 ميلي غرام، عندنا بروكلور 20 ميلي غرام، عندنا اوميبرال 20 ميلي غرام. انا كنعطي لكم الجميع زعما بزاف ديال الادويه، باش الا ما لقيت هذا تاخذ، الا ما لقيت هذا تاخذ هذا. وطريقه راه غادي راه كاينه في الشطر الثاني تاع الفيديو، والطريقه استعملوها والكلب ديالكم يخرج من باب واسع ان شاء الله. غير ما تخليوش، ما تفرش في الكلب ديالك يموت، كما كنقولوا ميت اللهم ندير السبب. وكاين القضيه كتنجح. عاد كنمشيو عندنا واحد المطهر اللي تعطيه ما بغيتيش تعطيه، راه هذوك ديجا اللي هذوك اللي عطيتي ليه راه كيديروا فعاليه ديالهم. عاد عندنا واحد المطهر معوي وعلاج تاع الاسهال اللي هو فلاجيل، معروف فلاجيل حتى هو تاع الدراري الصغار وحتى تاع الناس الكبار. نيت فلاجيل كيطهر وكينظم وكي 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 كي الاسهال وهذاك التغربي والعلاج تاع الاسهال. هذا عاد دابا غادي ندوزو وهذا الشيء غادي نعطي لكم، كيفاش الاستعمال، وان شاء الله من بعد غادي ندير لكم بطريقه طبيعيه ان شاء الله. ودابا الخوت كما كتشوفوا دابا كتشوفوا الطريقه تاع الاستعمال، الطريقه كيفاش كنستعملوا هاد سميتو، علاش كنقول لك بحال كنقولوا ان بروغرام، كنقولوا بروغرام صغير باش 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 تعالج الكلب ديالك، ماشي غير تجي وتعطي ليه. بحال دابا كتختار سواء واحد المضاد حيوي ومضاد بكتيريا وعلاج الالتهابات، غالبا كتختار اكلاف ولا اوغمونتان ولا واحد فهادو اللي قال لي قلنا نيوكلاف ولا سميتو. بحال انا اخترت لكم اكلاف او اوغمونتان، كتعطيو هما كاين اللي هو بحال سميتو سائل بحال السيرو، وكاين اللي هو كيس كيكون في دوك لي ساشي. اذا تعطيو ليه الا كان هذوك الكيسات تعطي ليه النص تاع الكيس جوج المرات في النهار. ولا الا كان هذاك السائل راه فيه ديك لا بيبيت هذيك سميتها بحال الصغار، كتعطي ليه 2.5 مليليتر جوج مرات في النهار، حتى هو ان ساشي دو فوا بار جور او 2.5 مليليتر دو فوا بار جور. عاد عندنا كندوزو المضادات تاع الاسهال وتعويض السوائل والاملاح. هادو كان غالبا ما كتاخذ سميكتا ولا دياريت، حتى هو نص كيس جوج المرات في النهار، واحد نص كيس جوج مرات في النهار، عند ميساشي دو فوا بار جور. وبلا ما تحتاج، علاش كاينين الدراري كنشوف الدراري كيديروا دوك سميتو كيديروا داك السيروم كيديروه ليه في الجلد، وهذا ما تحتاجش. الا عطيتي ليه هاد الدياريت راه كي هو اللي كي سميتو راه فيه الاملاح وفيه كلشي،
ما تحتاج مازال ديال سميتو. اما راسهم مثلا كنديروه انترافينوس عاد كنديزو لهذاك الثالث المضاد التقيه اللي كيحبس التقيه وكيصيب الحركه تاع الجهاز. الحركه ملي كتكون فيه سميتو كتكون الحركه تاع الجهاز متضاربه. عاد غادي لهاد باش لهاد التقيه ولهاد الحركه للجهاز الهضمي كان غادي ناخذوا نوسيليوم 10 ملي غرام. نوسيليوم 10 ملي غرام كنعطيو ليه نص تاع القرص جوج المرات في النهار 15 دقيقه قبل الاكل قبل الماكله ديالو. 15 دقيقه والماكله غادي نهضروا عليها من بعد حتى هي. دونك نوسيليوم ان دومي كومبريمي دو فوا بار جور 15 مينوت افون مونجي. هذا عاد كنديزو لهذاك الرابع هذاك واحد سميتو باش ابطاء وايقاف الاحماض في المعده باش نوقفوا باش نحبسوا كاع هاد الاحماض. كان غادي ناخذوا بيلمازول بيلمازول راه كاين بزاف كما قلت لكم. تاخذ بيلمازول تاخذ بروتون تاخذ اوميز هذاك اللي لقيت ما لقيت هذا تاخذ هذا وكل الكيفيه بحال. هاد هو هاد بيلمازول كتعطي ليه نص قرص في اليوم قبل او بعد الماكله ما كاين مشكل قبل ولا بعد. هاد مي كومبريمي دو بيلمازول اون فوا بار جور افون او ابري مونجي. عندنا هادو ديال الخوت. دونك هكذا كتعطي ليه هاد 5 ايام تقريبا 5 ايام حتى كيحبس داك الاسهال وكيحبس داك التقيه وكيحبس وداك الشيء زعما سامارش. غير خصك النهار الاول الا كاع عطلتي النهار الثاني تبدا ليه دير ليه العمليه كتنجح على الخوت. عاد دابا غادي ندوزو للماكله تاع الكلب. والكلب خصو ياكل والشرب تعطيه شرب. الماكله ماشي كان كيقول لك لا راه الكلب ما غادي ياكل لياش كيف غندير ليه ياكل. لا الكلب خصك تبز عليه. علاش؟ ما عندوش ديك القدره باش ياكل. الكلب كيبغي ياكل ولكن انت غادي تبزو. نسيت اش غادي ياكل الكلب غتعطيه ديك الحوايج اللي كيقصحوا ليه الكرش ماشي داكشي اللي كيخمج ليه الكرش. الروز كتشد الروز كطيبو مزيان. الروز خصو يكون طيب مزيان وكتزيد ليه الماء وداك الماء وكتعطيه للكلب. داك الماء ديالو كتشربو للكلب كتعطيه ليه بلا سغانك ولا ديك السنده اللي كدير بحال سغانك اللي كتقهو في الدويان كتعطيه ليه بلا سغانك. كل 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 سميتو كل جوج سوايع تعطي ليه ديك 5 حتى 10 مليليتر ديال تعمر سغانك ودير ليه فمو في الداخل وتسد ليه فمو وتقبليه غادي يشرب. والروز طيبوه مزيان ويبرد وبقى تعطيو ليه الروز بقى تعطيو ليه تشدو عشق صغيره وبقى تعمر وديرها ليه. الكلب غادي ياكل تبزز عليه. خصك تبزز عليه ما تخليش يموت. خصك تبزز عليه ياكل. والماكله 4 حتى 5 تفطر في النهار ولكن غادا ماشي تعمر ليه بزاف. دي بتيت كونتيتي ديك سميتو صغارات شي شويه ماشي تكثر عليه. الى عطيتي ليه حتى 50 غرام 40 50 غرام 5 4 5 تفطر في النهار 6 تفطر في النهار راه مزيانه. ولا خزو اللي كنقول ليه في الجزائر الزروديه تشدها طيبها مزيان وطحنها كتكون لا بيغي بحال سميتو وتعطيها للكلب حتى هي تعطيها ليه. ومن الملحه ما تكثرش بزاف الملحه شويه تاع الملحه سواء الروز ولا سميتو وبقى تعطي ليها حتى هي معلقه صغيره تاع القهوه وفرصه الكلب ديالك ياكل حتى هي وكذلك 5 حتى 4 حتى 5 تقدر في النهار تعطوا ليه ياكل. والكلب خصكم الشراب خصو يشرب الكلب خصو يشرب باش ما ينشف. ولكن ما قلت لكم راه هذاك دياغيت وسميتا راه كي ولا دياستيل ولا ايميديوم راه فيهم الاملاح كيرجعوا الاملاح ولكن الكلب خصكم تشربوه. ولا والدجاج حتى الدجاج راه مزيان للكلب راه حتى هو كيقصح الكرش. تجي الدجاج طيبو مزيان وتفرتتو مزيان ولا طحنو كاع وبقى تعطيه للكلب حتى هو تفورسي راه حتى هو كيقصح الكلب كيقصح الكرش. فوالا عندنا ري بيان كوي 4 5 فوا بار جور. عندنا لو دو ري 5 ا 10 مليليتر تولي جور تولي 2 اور ا بو بري. عندنا لي كاروت اون بيغي بيان كويت. عندنا لو بلون دو بولي بيان كوي. هادو راه كيعاونوا كيساعدوا بزاف الكلب. ديروا هكذا الخوت سميتو. هادي كما قلت لكم راه ماشي الدواء ديال البارفو هذا غير بديل ان التيرناتيف. علاش ما غادي تفرش في الكلب ديالك حتى يموت؟ لا شي واحد يقول لك واه هذا كيفاش. لا راه غادي ان التيرناتيف ياك الخوت وهذا ما كان.
وغادي نهضروا شي شويه على 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 سميتو على البارفو كما قلت لكم الخوت. هذا البارفو راه كيشد كل شيء الكلب، يكذب عليك الكذاب اللي قال لك لا راه الكلب عنده عام ولا عامين راه ماشي البارفو، راه كيشد الكلاب الكبار راه كيشدهم. اذا ديروا طانسو والكلا والدراري الدراري الله يهديهم، الكلب خصك ما تحيدوش لمو، ما تحيدوش لمو حتى حتى كيتفطم شهرين الفوق، شهرين الفوق. ومنين كتجيبو ديك شهرين راه يمكن لك ديري الفاكسان حتى من شهر ونص يمكن لك ديري الفاكسان البارفو. هذا هو الدواء ديال البارفو، الدواء ديال البارفو راه ما كاينش حاجه اخرى الخوت، الدواء ديال البارفو هو الفاكسان لو بريمو، بريمو فاكسان هو البارفو. كديرو الكلب ديالك ومازال واخا درتي ليه كداك خصك الكلب ما تخرجوش، الكلب ما تخرجوش الخوت، علاش كيشدك الامراض اخرى. والبارفو والبارفو عاوتاني نقولها راه كما كيتشد غير بكونتاكت ديريكت، راه البارفو راه كيتشد ديريكت وانديريكت. شنو هو ديريكت؟ ملي كتلقى الكلب ديالك، الكلب هو ملي كيتلقى مع شي كلب اخر راه كيبغي يشم ليه فمو يلحس ليه فمو يلحس ليه نيفو، هذا وهذا هو كيشد ديك البارفو ديال فاسون ديريكت. راه الكلب كاين الكلاب الكبار ما كتبانش فيهم ولكن الكلب الصغير غادي يشدها لك، ولا انديريكت بحال دابا كاينين الدراري كيلعبوا كيلقى شي تونيسه تاع شي كلب اخر يسدها ويلعب بالكلب ديالو، ولا شي عصا اللي شد شي كلب اللي كانت فيه البافو، ولا شي قنبه ولا البودان ولا المونشيت ولا هذا، والكلب الصغير طاح كيشد هذا ديال فاسون انديريكت. اذا راه سميتو ولا كيمشي كما قلت لكم الخوت يشم الغائط، والغائط راه ديال فاسون ديال فاسون انديريكت. اذا الخوت ردوا البال لكليباتكم، وكما قلت لكم هذا راه ماشي الدواء، راه ما كانش الدواء ديال البارفو، راه هذا غير بديل اون التيرناتيف. هذا ما كان الخوت، والفيديو المجي ان شاء الله غادي ندير لكم حتى هو بديل بغرب الاعشاب، بالاعشاب والتوابل كيفاش تعالجوا الكلب ديالكم من البارفو غرب التوابل والاعشاب. هذا ما كان الخوت، هنا غادي نحبس هذا الفيديو باش ما نطولش بزاف. تحياتي للدراري من طنجة حتى للقويره، تحياتي للجزائر، الاخت ميساء والاخ رضا، تحياتي للخويا سعد، تحياتي للجميع الاصدقاء، هذا والسلام. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.